اللي مشالو غزال واش من حبيب بقالو اللي مشالو غزال واش من حبيب بقالو يا عيي ما يقلب ما يجبرش بحالو يا عيي ما يقلب ما يجبرش بحالو اللي مشالو غزال واش من حبيب بقالو اللي مشالو غزال واش من حبيب بقالو يا عيا ما يقلب ما يجبرش بحالو يا عيا ما يقلب ما يجبرش بحالو اللي مشالو غزال وينتم عليه لو كان يحسد ما يفرط فيه اللي مشالو غزال وينتم عليه لو كان يحسب ما يفرط فيه يسهر الليل مشالو غزال ودموع تسيل مشالو غزال يسهر الليل مشالو غزال ودموع تسيل مشالو غزال بقالو اللي مشالو غزالو اللي مشالو غزالو واش من حبيب قالو اللي مشالو غزالو اللي مشالو غزالو اللي مشالو غزالو واش من حبيب بقالو اللي مشالو غزالو واش من حبيب بقالو يا عيا ما يقلب ما يجبرش بحالو يا عيا ما يقلب ما يجبرش بحالو يبقى حيران مشغول وقلبه شعل نيران اللي مشالو غزال ويبقى حيران مشغول وقلبه شعل نيران يبات عالسال مشالو غزال من دون الناس مشالو غزال يبات عالسال مشالو غزال من دون الناس مشالو غزال واش محبيب قالو اللي مشالو غزالو اللي مشالو غزالو واش محبيب قالو اللي مشالو غزالو اللي مشالو غزالو اللي مشالو غزالو واش محبيب بقالو اللي مشالو غزالو واش محبيب بقالو يا عيا ما يقلب ما يجبرش بحالو يا عيا ما يقلب ما يجبرش بحالو اللي مشالو غزالو واش محبيب بقالو مشالو غزال واش محبيب بقالو يا عيي ما يقلب ما يجبرش بحالو يا عيي ما يقلب ما يجبرش بحالو اللي مشالو غزالو أغنية اللي تسجلات في 58 في الإذاعة الوطنية من ألحان وأداء المبدع أحمد جبران أداها لنا هذه الليلة يوسف الجريفي. مساء النور يوسف، مرحبا بك معنا. شكرا لكم، مساء النور عليكم جميعا وتحية للجمهور العظيم. شكرا لك يوسف. كيف جاتك التركيبة اللحنية لهذه القطعة؟ بالنسبة لي هذه الأغنية كتب لي أنها سابقة للعهد ديالها. علاش؟ لانها فيها واحد البساطه، يعني من ناحيه اللحن ولا من ناحيه الكلمات، وفيها يعني مقومات الاغنيه الشبابيه يعني ديال هذا الوقت هذا، يعني في ذاك الوقت، يعني كيف ما قلتي كانت سابقه، كان سابقة في عهدها. طيب يوسف، ما شاء الله انطلقتي من دوزام وانت من الاصوات الطروبه والجميله، فين وصلتي في مساله فرد الذات في الساحه الفنيه؟ بالنسبة لهذا السؤال يعني كيتقترح عليا بزاف، فأنا يعني دائما أنا أبحث يعني وكنقلب على واحد يعني النمط اللي يكون يوالمك ويناسبك، يوالمني يعني كا كا كصوت كا يعني كمطرب واحد النوع معين يعني كنغنيه. مثلا الأغاني الشبابية اللي كاينة دابا، أنا ماشي ضدها، يعني اقترحت عليا مجموعة من الأعمال من ملحنين شباب، ولكن كتلقى نفس الاسلوب، فانا بغيت يعني شي حاجه اللي تكون مميزه عن مختلفه. نعم. واللي كتناسب. نعم. صوتك وتتناسب. نعم. يعني المسار اللي رسمتيه. نعم. لنفسك. نعم. هذا شيء جميل فيك ويستاهل كل التشجيع. بالتوفيق ليك، وحنا غادي نواصلوا الان سفرنا الفني عبر الاغنيه المغربيه
وفنغنيوها مغربية، وعدناكم بالأغنية المغربية بكل ألوانها. الآن وقفة مع واحدة من نجاحات الحجة الحمدوية، العارية العار بصوت الفنان لطفي بن موسى. العار أغنية اللي تشتهرت بصوت الفنانة الحجة الحمدوية، استمعنا لها
صوت لطفي بن موسى. مساء النور لطفي، مرحبا بك معنا. مساء الخير عليكم. انت من الفنانين اللي اختاروا يمشيوا على نهج فنان نقش اسمه في الساحه الفنيه، هو الفنان محمد العسري اللي كنوجه له تحيه. علاش هذا الاختيار لطفي؟ علاش هذا الاختيار؟ بحكم الغناء ديالو اللي جلبني، لانه غناء اوراقي ودخل يعني البيوت المغربيه عبر الكاسيت، كما كانت فيامات الكاسيت قبل السي دي وقبل داك الشيء، والتواضع ديالو والمعامله ديالو مع الناس وكل شيء. وكنوجه تحيه خاصه للسي محمد العسري بعد ما يعني حبيتي فيه الشخص والفنان اكيد تنوجه له تحيه كبيره. طيب لطفي بن موسى، كيفاش انت كتشتغل في مجال الادويه ياك؟ كيفاش قدرتي توفق ما بين العمل والفن؟ وهذاك شنقول لك، هذاك الدواء ديال الراس وهذا الدواء ديال القلب وديال الروح والموسيقى وكل شيء. والله يجعلنا نكونوا عطينا ربي الصحيحه باش نديروا بجوج في دقه واحده ان شاء الله، ويطول ربي في العمر ودير كثر من هذا الشيء. تبارك الله عليك لطفي. شكرا. يوسف، غادي نستمعوا لك في تريو، غادي تاديو لنا اغنيه للفنان عبد الهادي بالخياط، يا محبوبي هي من ابداع 1979. هي نموذج للاغنيه العصريه الخفيفه في ذاك الوقت واللي حقات نجاح كبير. كيفاش ممكن نحقوا معادله الجوده والانتشار في الاغنيه؟ قال لي يعني الى اختارينا يعني الكلام يكون يعني كلام موزون وكلام يعني ما كيخدش يعني الحياه، ويعني والكلام اللي يقدر يسمعوا مثلا تسمعوا الام ديالي ويسمعوا من الاب ديالي، ويكون واحد اللحن شبابي، ممكن نعطيو واحد الاغنيه ان شاء الله اللي تلقى نجاح. وغادي نتاكدوا من هذا الشيء الان من خلال اغنيه يا محبوبي للفنان عبد الهادي بالخياط، هي من كلمات علي الحداني والحان احمد العلوي. غنسمعوا لها في تريو حصري فنغنيوها مغربيه ما بين نزار الشعباوي، يوسف الجريفي، وعبد العالي انوار. اسمع امر الهوى وطيع وارفق بالروح الشاكية، ومعاناة من اضرار دخلت علي. دخلت عليك بجو الربيع ونفس ناس الصافية، غنات في الطيار دخلت علي.
قمر الهوى وطيع ورفق بالروح شاكي وما عانيت من غرار داخل تالي وحق الورد الصابر ضيع صابر ضيع وغيوان الساقية الزين العامر أسرار حتى تعطف وتكون لي بديع وتكون لي بديع وبالود والمخاوية نطوي واللي صار محبوبي محبوبي هاي 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 محبوبي 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 توما توما هاي 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 محبوبي 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 هاي 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 محبوبي 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 الأغنية المغربية الأصيلة ما كيزيدها الزمن إلا بهاء وإشراق. شكرا للمتألقين نزهة شعباوي، عبد العالي أنوار، ويوسف الجريفي، والشكر موصول للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد شرقاني. الوجهة الآن قمم الأطلس الشامخة، وغادي نذكروا واحدة من روائع الفنان محمد مغني بصوت الفنان حسا. I'm
الاستاذ لمحمد مغني احدى القامات الشامخه للاغنيه الاطلسيه. استمعنا لها واستمتعنا بها بصوت الفنان حوسة. مرحبا بك معنا في نغنيوها مغربيه. بارك الله عليك. حوسة الفنان محمد مغني هرم من اهرام الاغنيه الاطلسيه، يعني سواء من ناحيه الكلمه، العزف على اللوتار، الاداء، شنو ممكن تقول لنا عليه؟ مساء الخير عليكم، كنشكر هذا الجمهور الرائع. محمد مغني فنان كبير، هو استاذ ديالنا، الاغاني ديالو ما عمرهم يموتوا، كيغني الكلاسيك مزيان، هو مدرسه اللي تعلمتي منها اكيد الكثير ياك. الدياسك ديالو كيعجبوني بزاف، وكيعجبني حتى هو فنان كبير، والاغاني ديالو راه كلشي كيبغي الاغاني ديالو. اكيد هو اسد الاغنيه الامازيغيه كيف لقباتو الفنانه الشريفه. وغادي نبقاو فنغنيوها مغربيه مع الاصاله المغربيه وتمغربيت، وغادي ننتقلوا الان لوحده من روائع الفنانه غيتا بن عبد السلام، عام في الغربه، بصوت الفنانه نزهه الشعباوي. نشوفك
قلب اللي سألت عليك كل من خد الحب البات سألت عليك كل ولا صبر وجميل سألت عليك كل فرحة وجوه What?